هذول اليهود ما ضروا الكويت بشيء. أنا مو ضد الانفتاح، أنا بالعكس، أنا حتى عودة اليهود العرب إلى المناطق العربية أنا أفضل. نقدر نقول أن أيضا اليهود في مصر تعرضوا لاضطهاد؟ نعم، تعرضوا لإرهاب من السلطة. الناصر هي يتكلم عن اليهود وإسرائيل وإسرائيل ولا لا ولا لا، فالشعب يهيج. صارت قضية فلسطين وفلسطين والحرب وسعيد هذه مالت مصر، صارت مظاهرات، فدخلوا أحياء اليهود بدأوا يكسرون، عندهم معبدهم في شارع أدلي راحوا كسروا الجام. اليهود خافوا مساكين، مثل خروج يهود العراق. الأدب في العراق يقوم عليهم، الفن في العراق يقوم عليهم، والتجارة والكراهية الغير مبررة لليهود في العراق خافوا من الموضوع هذا.